افا مشى والله قبل شو اسمه انا قلت بعبي لها على السريع كذا رسبنت وبعطيك من المقدمه بس ما طاي ينتظر والله انت الخسران يا الله عساها انها تطفي عليه قبل لا توصل المحطه الجايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في الحلقة الثانية من محاكي محطة دست بول. مدري إذا يمديني أغيرها، بتكون إضافة جميلة صراحة نفس كافيه سيميليتر، بس أتوقع أنهم أفضل من كافيه سيميليتر أن هذا يلف، ولكن كافيه سيميليتر أفضل منهم بأنه ما يمديك تغير الاسم. طبعا ابن الوسخة هذا اللي جلدناه الحلقة الماضية جاء وكتب هذه الأمور يا إخوان، ما أعرف كيف تمسحها، بس أتوقع أنه لازم اشتري شيء تابع للصبغ وكذا. يلا حيهم يلا حيهم يا هلا مزارعين كلهم يا اخي بريكاتهم يا اخوان، اقسم بالله جلطه ما عليه. اوكي يا موست ويلكم والله، يا هلا والله، يا مرحبا يا مرحبا يا هلا. طبعا ما زال كاتب لي دي 1، الظاهر ان الحلقه الاخيره ختمتها بسرعه معليش بس ايوه بنت رول، ايوه بنت رول، هذا عشان ابن الوسخه اللي فاهم فاهم والله اني فاهم عارف وش السالفه انا. اوكي شفت عشان اغير اللون اذا تعديت الماركر راح توسخ الارضيه. يقول لي ايش نصبغ المحل يا اخوان، خلينا نجرب هذا. دقيقه هو ايش السالفه الحين، انا ما فهمت. هولد لفت، اوكي فهمت اوكي. طيب ابى اجرب هذا اللون ولون ثاني بعد، مثلا هذا. انا بخلي الموضوع اختياركم طبعا، خلينا نعبي لهذا على السريع. يا هلا $50. خلينا نمسك الكشره ونحط هذا دايركت فيها، صراحه اضافه جميله، بدل لا ترمي وبعدين تجيب الكشره وبعدين تحطها في الكشره، تختصر ام السالفه. الحين جربنا هذا وجربنا هذا، باقي هذا. اوه شت، لا 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 لا، ايش من لون باقي؟ اتوقع باقي هذا. اوكي هذا مغمق مره، اتوقع حتى ما يبين عندكم انه مصبوغ. فانا بعطيكم خيارات يا اخوان، هذا رقم 1 وهذا رقم 2 وهذا رقم 3، اختاروا لي واحد من الثلاثه هذول ونصبغ فيه المحل كامل. بسوي لكم نفس كافيه سيميليتر، تنقون وانا حاضر. ما تبين اصبغ الموتر؟ شوف شوف البريك، شوف البريك. لا حول ولا قوه، يلا اخلصي. انا والله ما عرفت وش هذا يا اخي اللي عندي. اوكي هذه امور بعدين اجلس ابيع في هذا المحل، في المحل يا اخوان راح ابيع. اوكي هذا تصليحات، خلينا نشوف ايش المهمات اللي عندي. ولا خلصنا كل شيء اشترناه هنا، كل شيء لوكت لوكت لوكت. اوكي يباني اصبغ جدارين. اوه اوكي الرسمات اللي حط لي اياها ابن الوسخه هذاك، والله انا ذوقي يا اخوان. الا ايش بالشرطي جاي عبي ولا جاي تحقيق ولا ايش السالفه؟ حتى انت ما تعرف تدق بريك. ايوه ما اعرف كم المبلغ اللي يريده او كم راح يعبي لي، بس على كل حال هو يبين اصلا. شوف غاز ستيشن فيول 142، والله بالملي من الخوف من الشرطه. جاني تيبس فوق المبلغ يعني اللي المفروض اخذه. كلهم حلوين والله، كلهم حلوين عاجبيني، بس بحط اي واحد هنا. ما ادري ايش اخترت، اي لون اخترت؟ الفاتح اللي هو في النص. اوكي خلصت المشن، موضوع الصبغ باجله الحلقه الجايه بعد ما تكتبوا لي. يقول لي فايند ذا رايت تول تو بريك انتو ذا كار ترنك. وش الكار ترنك؟ يو كان تراي تو اوبن ترنك بس يو هاف اونلي تو شانس، بس عندي محاولتين عشان افتح. اوكي هذا الكار ترنك، هذا الرايت تول، حلو انه يجلس ياشر لك. وش هو هذا اللي اخذته انا؟ لوك بيكينج ثيف سيميليتر، ما يبالها كلام، احترفنا في لعبه محاكي الحرامي. فجميع المواهب هذه اللي اكتشفتها يا اخوان يعني سبحان الله استخدمها معاكم في العاب المحاكاه الجديده. لاعب محاكاه محنك. اي ودي يسوي روتيت، سبيس بار يفتح، بي كيرفول نوت تو اوبن ذا بن، نوت تو بريك ذا بن. والله ياما كسرناه في محاكي الحرامي، شكلهم يعرفون خلفيتي السوداء. في ذبابه داخله في مخي اقسم بالله. يقول اذا خسرته وكسرته ما راح تقدر تحاول مره ثانيه. وين اوه هذا مش ذباب، هذا مجموعه لا اله الله. مع انه فاضي نظيف يا اخي. اوه في وراه هنا، هذا ايش جمع هنا؟ خلينا نجرب مسافات بعيده. الله 50% من هناك، يعني من هنا المفروض انها تيجي 80% تقريبا. لم تضبط معنا. طيب فضيت الكشره وبسوي لها طلبيه بعد شوي، بس خلينا نشوف موضوع اللوك بيكينج هذا. بسم الله الحين بيجنر، لا في اختلاف والله في اختلاف يا اخوان. طيب سبيس بار وات
شفتوا يا اخوان شفتوا شفتوا كيف الخبرة؟ اوه الشرطي ينتظر. معليش 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 والله معليش معليش. حياك الله يا مرحبا. ادري انك جاي تدور الزلة كل شوي تفرفر. لا لا والله اتوقع هذا واحد ثاني. كلهم ما شاء الله يمشون مواترهم قبل يشغلونها. سبحانك يا رب. كم باقي الفيول بام عندي؟ 100 لتر. والله انقصبنا يا اخوان في الحلقة الاولى اقسم بالله قصبوني. اوكي دست بول بينتينج حلو اعطاني مجانية. نضبط الديكور فيها. خلها على المدخل على طول. نحطها مثلا. جميل هذا اجدادي واخوالي تعرفون كان من 1930 الى 1936. واو قربنا $1000. والله يا اخوان تبطرت من الحلقة الثانية. شوف اقول لكم يدور الزلة. اقول لكم يدور الزلة ابن الذين. دقيقة هو نفسه اللي لابس نظارات ولا لا؟ والله هو ما غيره الظاهر. والله دامك تعطيني فلوس الامور طيبة. شكلك انت مغبون. كان عندك تشتري المحطة. You're amazing. Amazing علينا. اقول اركب اركب. اركب اتوكل لا ادخلك هنا في المحطة وسكر عليك والله مع الدرابك وادفنك. وين المقبرة حقي؟ هذه المقبرة يا اخوان. هذه المقبرة. اي واحد طفش بي بحطه هنا وش اسمه؟ والفورك ليفت موجود. هذا مش فورك ليفت هذا بوبكات. انا ايش خلاني اقول انا من الحلقة الاولى وانا اقول فورك ليفت هذا بوبكات. فيوتشر الكحول والعياذ بالله. اوكي سوفت درينك حلو. فيه مكاين سمول وفيه بيج سوفت درينك. احنا ما نتعامل الا مع البيج طال عمرك. ايه ونبغى السناك ممكن بيج. والله صراحة ندمت. كان المفروض ناخذ سمول سمول بس يلا دام ذاك بيج بيج. بس هذا اللي مفتوح عندي. ليفل 2 لسه مسكر. وينهم طيب؟ وين اللي اشترته؟ برودكت ما شاء الله تبارك الله. شيلفز ايوه. يا الهي يا الهي. طيب دقيقة. حلو كم تبغى انت؟ يو تو ما ودك تشترين؟ صبر بس خلينا نضبط الوضع. طيب تعبيته كيف؟ هل اطلب سيارات يجيبون لي منتجات معينة؟ لما يمدينا اختار المنتجات اللي يبيعها. هذا سناك وهذا عصاير. بداية كل حلقة يا عزيزي المشاهد راح اجي اعطيك حبة سناك وحبة من المشروبات الطيبة هذه عشان تستمتع في الحلقة وتحط لي لايك. في باركينج. ايش هذا؟ دقيقة غاز ستيشن. هذا مسكر. المنطقة هذه تقريبا اقدر احولها باركنات ممكن. كم فلوس؟ فري. لازم ننظف المنطقة هذه. اوريدي الفورك ليفت قبلها. اتوقع باركن واحد بس. طيب ايش الوضع مع هذا اللي قبل لا ننظف؟ نو مور برودكت. ما اعرف والله. ننظف ال هذا بالبوكات من مرة واحدة ولا؟ لا والله اكثر من مرة هذا. ولا هي النيران؟ ولا هي النيران؟ هدي 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 هدي. طف طف خلاص طف قبل لا يمشي الزبون. اول ما استخدمت التربو على طول ولع. دائما يوم اشوفهم يسوقون هذا لا يكونون متلثمين. باكستانية يعني اغلبهم. والله ونعم. بترول قرب يخلص انتبهت له قبل شوي. فتلقاه داق اللطمة كذا ومسكين ومغبر. طبعا المصيبة هنا فين يربوا. يعني يوم يجي شغل الحفريات وكذا هذا الباركن يا اخوان شكله عبيط صراحة. الاشكال اللي جنبه. فدائما يمكن عندنا شغل الحفريات او كذا على طول الزبنة. حلو والله كل واحد $50 يعطيني صير بطلان بسرعة. بس هذا وش الحل معه؟ خلنا نطلب البترول باقي فيه شوي. نطلب 100. انت من نطلب 100 او 200 ماكسيمم عشان لا تروح فلوسنا نفس قبل. الحين لازم افتح له البمب هذا بس خلنا نشوف ايش يقول. Hello. هلا والله. I see the business is doing well. حبيب والله لعبك. I'm calling to congratulate you on successfully getting it off the ground. الله يسعدك شكرا. You can't run a business on fuel alone. صحيح. I've had a few of my people deliver some extra stock for those empty shelves of yours. الله عليك والله توني تعال. Time to talk money. الله عليك توني. You now owe me. Well. دائما اقول هالجملة. I'll send you the invoice to your email. Don't miss it. أبشر. I'm sorry nephew but there is just no room for charity in this world. ما على الأمور طيبة يا أخي. I hope you'll find it within your finances to repay the debt. Otherwise we'll be forced to see to more persuasive methods of reimbursement. والله ما ادري ايش تقول. Don't have me wait too long now. Goodbye. Goodbye. Goodbye brother. اوكي لازم اسوي كذا يا اخوان ويتعبى هذا. واو ضبطت الحركة يا اخوان. واو
رهيب والله. الحين كل واحد يقول لي هرم، صبر شوية أخوي. هذا الكسرة هل... أوه هذا الكسرة ينتظر هذا ومدري إيش. معليش معليش صبر يا أخوي، أزعجتنا. time left remaining alone. اوكي هذا بيمشي والحين هذا بيروح. في ايش هذا time left 4 دقائق 5000 عشان ايش؟ incredible. يلا يلا 3 دقائق. ما ودك تشترين شيء؟ اوه هذا اللي يبون يبركنون، والهذا في الطريق زباين بيجون بيشترون وانا مسكر عليهم هذا بالبوبكات. هذا البنزين ما شاء الله والله بسرعة جو الزباين يا اخوان. شوفوا التنوع في الالوان الرهيب. واحد بيدخل من هنا واحد وين السلاح؟ واضح ان السالفة فيها سرقة. ايش معنى واحد من هنا واحد من هنا؟ هذي وين راحت؟ ايه ايش حطها في جيبه. ايوه دقيقه رمت السيجاره يمكن. اوكي ليفت شيفت وكليك يسار، ويقول لك هذا بيتوسخ مع الوقت. بالكليك يمين تنظفه، اذا ما اخطيت راح تكون كومبو وبتحصل تب اللي هو فلوس اضافيه. جميل جدا والله، بس خلنا نتعلم في البدايه. خذ بلاش خذ بلاش واحد من المنتجات بس يلا ما عليه. ايوه وش شاريها الاخت؟ رهيب والله. والله عجبتني يا اخوان. والله رهيب. العفو العفو يا هلا ما شاء الله. وين ال هذا كله؟ بحاول اني ما اوقف. الله حلو صراحة، إضافات رهيبة والله عجبتني. يا هلا والله، يا هلا بالزباين، يا هلا بالزباين، يا مرحبا يا مرحبا. أغلبهم بنات في المدينة هذه، لو نطيت معها وش بيصير؟ والله شليني، خطفوني يا إخوان، خطفوني. هذا إيه صح، خليتها على أساس إن واحد بيفجرني في حال أحد حب ينتقم. أوه يمديني أرتبه. لا 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 مش خلاني اشيلها هنا. طيب هل يمديني اشربه؟ والله ما في الا تفلعه. حلو اذا جاني ولد صغير هذا افلعه بغرشه، منها نعتذر له يشرب منها ومنها موجوده قريب. يا هلا والله بالزبون. ما شاء الله اثنين برنجلز ما شاء الله. ابى اشوف المبلغ كم، ما يكتب هنا كم المبلغ؟ 21 من 23 ايتم. جريت جوب. اعطاني التب 2.5. انسر ذا فون كول. Times up, don't feel bad about it. You don't have much of it anyway. يا أخي كان في تاسك يا أخوان 5000. الظاهر إنه راح عليه، ما أدري وش هو. وأنا عجبتني لعبة ال. يلا يلا معنا. Hey punk, where's our goddamn money? What? Wake up, Sam. You've got a gas station to run. والله لا تندلت. معلي. دقيقة هذا لك وخاله اللي كان يتصل علي. أنا مدري هذه عصابة يبغون شو اسمه
يعني يعرفون نفسهم ويبون لهم مبلغ كل شهر. Hey nephew, back on your feet. I hope your head's no longer spinning. Thanks for picking up. We need to talk. There was a mistake, a serious one. You can rest easy knowing I will have the responsible people dealt proper retribution for what has happened. The amount of time on your investment loan deadline was rendered far too short for what the amount was. It's plain bad business. And I don't make bad business decisions. Let's forget about this debacle for the time being. As a token of apology, please accept this small gift. It will help with your next delivery, no strings attached. However, you will need to make the warehouse operational again to receive it. Somehow. You're a resolute lad. You'll figure it. شغلة جديدة اني اقدر اتسلف. ممكن اتسلف 1000. الحمد لله وضعي في السليم يا اخي. معي 651 وياخذ منها 10% ارباح. يعني اذا اخذت منها 100 درهم مثلا ياخذ 110 شيء كذا. والله اخوان يا اخي سريع، بروح اشتغل في جمعية محاسب. اوه شرطي جاي يتبضع. يا هلا والله. هذه خليها تنتظر. اللي تبى بترول. وش شاري؟ 4 شغلات شاري. عصير عصير عصير. هذا لبن شكله مناسب. يا هلا والله، ما شاء الله الزباين. يا اخوان في واحد ينتظر. 30. تسوي نفسك ما تعرف. 5 برودكتات. والله انت الاميزنج. يا هلا والله. اوكي الحين في تشالنج اللي هو نشتري ديكور خارجي. اوت دور ديكور. ظاهر انه غصب يبان يشتري هذا. اوكي ما ادري وش هذا، زي الطاوله. كرسي بعد. كرسي هناك بعد. واشتر. كله رخيص والله. وش هذا؟ لوحه. اشتر. وش بعد يمديك؟ اشتر. 60 دولار. اوبن سيجنال. اوه حلو هذا الاوبن سيجنال. واشتر. وش باقي عندك الاوت دور؟ اوبن اوبن اشتر. اوكي المثلثات هذه اللي ما لها داعي اتوقع ما يمديك تتجاوز الا انك تشتري. غاز اويل ووتر اويل 110 74 دولار. خلاص التشالنج المفروض اني خلصته. طيب ما في هديه كذا بعد التشالنج هذا؟ دقيقه خلنا ننظف هذا. كان في طريقه تنظيف قبل شوي شليتها. يمدينا الحين ليفل اب يا اخوان. ماني سبنت، صرفت 864 والارباح 1000. ديكورات صراحة كثير صرفت فيها لكن توقعت انه راح يعطيني شيء. سويت تطوير من دقيقة. ايش اللي تغير بالضبط؟ اوه صارت في مظلة فوق هذا. حلو حلو حلو، في مظلة والشغل نظيف، حتى المكان تنظف هنا. بس الالوان اللي استعرضت لكم اياها راحت ولا باقية؟ لا والله باقية. رهيب صراحة المحل صاير. Find a way to enter warehouse and open its gates. وين وير هاوس؟ اوكي هذا المفاتيح حق الوير هاوس. مفتاح الوير هاوس ممكن هناك. اوكي وصلنا الى الوير هاوس. ايش هذا؟ هذا الوير هاوس يا اخوان. حلو، تبديل التواير والتصريحات كلها بتصير في هذا المكان. لا لا واضح انه شيء رهيب وطول بعد. منطقة التصريح والكمبيوتر من هنا بعد يستوي لها اكسس. جميل جميل. وبعدين نجيب لك موظفين اتوقع. فوالله شيء رهيب صراحة، إضافة حلوة. وبس يا شباب كذا وصلنا اليوم الرابع تقريبا في الحلقة الثانية. فالأيام صعب أني أجدولها مع الحلقة. أتمنى أن نالت إعجابكم. لا تنسون تكتبوا لي الكومنت وش تسوي، ولا تنسون موضوع الألوان اللي ذكرته في بداية الحلقة. اختاروا لي لون بإذن الله راح أصبغ فيه المحل كامل. أشكركم على المشاهدة ولا تنسون اللايك والكومنت والشير. حياكم الله.